مسجد الزيتون المعمور أو المسجد الأعظم هو المسجد الجامع الرئيسي في مدينة تونس العتيقة في تونس العاصمة وأكبرها وأقدمها. تأسس عام 79 هجرياً بأمر من حسان بن النعمان وأتمه عبيد الله بن الحبحب، ويعتبر ثاني أقدم مسجد في تونس بعد جامع عقبة بن نافع. يقع الجامع على مساحة 5000 متر مربع ولديه 9 أبواب. أقاعته الداخلية تتكون من 184 عموداً آتية أساساً من الموقع الأثري بقرطاج، شغل المنصب لمدة طويلة كموقع دفاع لوجهته على البحر وذلك عبر صومعته. يحتوي على رواق محاط بصحن الجامع ويرتكز على أعمدة ذات تيجان، كما توجد بالجامع مزولة شمسية تعمل على تحديد أوقات الصلاة. ويضيف الجامع الذي كان في البداية قلعة بيزنطية لم يكن جامعا للعبادة فقط، وإنما كان أول جامعة إسلامية، إذ أنجب خيرة علماء تونس ومن أبرزهم علي بن زياد وأسد بن الفرات والإمام سحنون والمؤرخ عبد الرحمن بن خلدون. ومن قلب تونس تنتصب مئذنة مسجد الزيتونة شاهدة على تاريخ وعراقة هذا المسجد ومكانته العلمية منذ قرون.